بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة متابعين هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة، هنا في هذه الانطلاقات شوطنا ما قبل الأخير، نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين. نذهب هناك إلى نشوة راشد بن خلف بن مطر بن علوان، النقلة على لهاجة في المركز الثاني حارب بن معه بن صبيح، وانتقل وياكم هناك إلى لبقة محمد بن معه بن رفيعة الفلاسي، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع من تأتي اللي هي هناك اللي هي غرام عبيد بن يمعى لغويص السويدي، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس من تأتي اللي هي غارة عبد الله بن خلف بن مطر بن علوان. هكذا أيها الإخوة مستمعين الأعزاء كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالوفا والتمام، هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة ما شاء الله تبارك الرحمن. يا نشوة في المركز الأول مسيطرة على مقدمة هذا الشوط، يلا يا بن علوان راشد بن خلف بن مطر بن علوان لاجتبه من يقدمها على الصدارة، بينما اللي في المركز الثاني لهاجة حارب بن يمع بن صبيح الفلاسي، وثالث المراكز هناك من تأتي لبقى محمد أو يمع بن محمد بن رفيعة الفلاسي. الله يا بن علوان، غارة وشنت غارة الحرب، غارة ما شاء الله. عبد الله بن خلف بن مطر بن علوان الاجتبي من يقدمها على الصدارة، الله اللحظات الأخيرة، ولكن نشوة غارة تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل اللي قدمته ما شاء الله تبارك الرحمن. سق الله دارك يا بن علوان. عبد الله بن خلف بن مطر بن علوان مالك غار المركز الثاني، نشوة راشد بن خلف بن مطر بن علوان المركز الثالث، هناك للسيد حارب بن يمع بن صبيح المركز الرابع، للسيد يمع بن محمد بن رفيعة الفلاسي. هكذا كانت نتيجتنا مستمعين الأعزاء، المراكب دعناها عليكم في التمام، توقيت الزمني 2:19 ثانية 18 جزء من الثاني، تهانينا والناموس.